السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكاترة؟ نتكلم عن السفالومتريك تريسينج باستخدام برنامج وان سيفر. أول حاجة، واجهة البرنامج أول ما تفتحه يبقى قدامك إنك مثلا مسايب فايل قديم، أو إنك هتاخد صورة من الجاليري عندك تعمل عليها التريسينج. فممكن تصور السيف بكاميرا أو أو يبقى الملف عندك نفسه في الموبايل. تمام، ميزة البرنامج ده بس إنك هتشتغل عليه عادي أوفلاين، او لو عايز تتدرب في صورة موجودة في اشعة موجودة ممكن تتمرن عليها. تمام، فهنختار من الجاليري، تكتب بيانات الحالة. تمام، اول حاجة بيطلبها منك البرنامج يعمل كاليبريتنج للمسافات اللي موجودة، فبتكبر الاشعة كده. تمام، تحدد اول نقطة، الاسهم اللي تحت خالص دي هي اللي بنحرك بيها النقطة. تمام، يمين وشمال. تمام، دي أول نقطة. بعدين ناخد نقطة تانية نخليها على المسطرة، وهقول له المسافة دي 10 مللي. تمام، بعدين نسيف الملف. بعدين بنختار الأناليسز اللي هنبدأ بيها، نختار إيسمان. تمام، هيطلب منك النقط واحدة واحدة زي ما مكتوب تحت على الشمال، هي النقطة اللي هو عايزها. تمام، وجنبها علامة استفهام، ممكن تضغط علامة الاستفهام دي لو انت مش عارف النقطة هتحددها ازاي، هيقول لك النقطة دي فين والمفروض انت تجيبها ازاي. تمام، فبتكبر كده تحدد النقطة، تحدد مثلا يمين او شمال او في اي اتجاه يعني. دوس نيكست، هيقول لك عايز النازيوم، نازيوم اهي. تمام، نيكست، عايز اي بوينت. بعدين بي بوينت، بي ان اس، بي ان اس. فوريون، شوف الكوندايل، شوف الجزء اللي وراها الاوربيتال. النور انسايزر، ايبكس، بتشوف اللونج اكسس، موبار سنترال، موست بروميننت انسايزر، ايبكس. الانسايزر تب، تعطينا عدد الانسايزر، الجنيسيون، هيطلع لك هو الانجلز كلها. تمام، وكاتب لك النورمز جنبها، وممكن تعمل شير للملف، تعمل له شير از بي دي اف. ثلاث اختيارات دول، اول واحد هيعمل شير للملف السيف نفسه، تاني واحده بيعمل شير للتريسنج بتاعك للخطوط بس، ثالث اختيار اللي هو هيعمل الايه الملف على هيئه جدول بيانات الموجوده. وبشوف الايه
في نقطة مهمة في تحديد المانيفولر بلين انجل، بيحددها بطريقتين البرنامج ده. أول طريقة اللي هي زي ما هي مكتوبة كده MMPA، هتلاقيه محددها بين المكزيلري والمانيفولر بلين انجل، تمام. لو دوست على الشو ان سيف هتلاقيه محدد لك الخطين اللي هو واخدها، تمام. الطريقة التانية اللي هو واخدها بيها، لو دوست باك هتدوس على ال MMPA، هتدوس على شو ان سيف، هتلاقيه محدد على المانديبولار بلين مع الفرانكفورت، تمام. ساعات بي مختلفين، فانت بس بقولك عشان تخلي بالك هو واخد انهي ايه، انهي بلين عشان يحدد المانديبولار بلين، تمام. انت لو عايز مثلا حاجة معينة، انت مش عايز تعمل التريسنج لكل حاجة، هتحدد العلامة اللي هي اللي على شو ان فوفرت دي، بحيث يوفر عليك الوقت في التريسنج يعني، تمام. لو انت داخل عايز تدور على حاجة معينة، ممكن تخليها في الايه، تفعل الزرار اللي هو بتاع الفيفوريت ده، هيظهر عندك بره هنا. لما بتعمل كده تعمل ستوب، تقول له ايوه انا خلصت ايستمان، هتدوس على الثلاث شرط دول وتسيف الملف. وممكن تختار ايه اناليسيس تانية، هتلاقيه اول واحدة خالص هنا الفيفوريتس، هي دي الحاجات اللي انت ايه اللي انت عايزها، وتختار اي اناليسيس تانية انت عايزها تعملها عن طريق بنفس الطريقة بالظبط، تمام. هو مش مضطر انك تعيد النقط المكررة، هو بيبقى مسيبها عنده طول ما انت فاتح نفس الملف او مسيب الايه الملف ده. ممكن بعد ما خلصت تريسنج تلاقي بعض النقط عايز تعدل عليها، او حتى ملف قديم عندك بتفتحه وتحدد الايه الاناليسز اللي انت كنت شغال عليها، وتحدد النقطة اللي انت عايز تعدل في مكانها، تضغط عليها، تدوس على القلم اللي تحت على اليمين، تحرك النقطة دي، تمام، تدوس على علامة الصح، وكده تبقى انت عدلت على النقطة دي، تمام. وشكرا، السلام عليكم.